اهلا بيكو في قناة اكل تريندي. النهاردة هنعمل لكم فخارة اللحمة التركية، اكلة جميلة وجربوها، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول. الاكلة دي حلوة قوي زي ما حضراتكم شايفين، وجديدة وطعمها لذيذ. اول حاجة هنحتاج حل على النار، هنحط فيها نص كوباية زيت زيتون مع كوباية بصل متقطع جوانح، ونقلب. بعدين هنبدأ نضيف اللحمة. أنا هنا استخدمت 1.5 كيلو لحمة بالعظم. طبعا الفخارة بيبقى أحسن اللحمة بالعظم عشان تدي طعم مع الخضار. هنبدأ نقلب. زي ما حضراتكم شايفين انا بقلب اللحمه من كل جهه عشان الدم ما يطلعش في الخضار. دلوقتي هنبدا نضيف معلقه كبيره ملح، معلقتين فلفل اسود، معلقتين بهارات السبعه او السبع بهارات، وبعدين هنضيف الميه المغليه لحد ما تغطي اللحمة، ونغطي عليها لحد ما تبدأ تستوي. زي ما حضراتكم شايفين اللحمة بدأت تستوى، لكن مش سوا كامل لأنها هتدخل تكمل سواها في الفرن مع الخضار. هنشيلها من على النار ونبدأ نجهز الخضار. أنا استخدمت كوباية جزر متقطع مع 5 كوبايات كوسة متقطعين. طبعا حضراتكم ممكن تستخدموا أي نوع خضار. مع كوباية بصل متقطع، مع معلقة ملح، معلقة ونص فلفل اسود، ومعلقة من البهارات السبعة، ونقلب كل ده مع بعض عشان يختلط بالخضار. وبعدين هنبدأ نجهز الفخار. انا هنا عندي عجينة مجهزاها، ممكن حضراتكم تدخلوا على اي فيديو في العجين. بستخدم 1/2 كيلو دقيق مع 7 جرام خميرة ومعلقة ونص من الملح، وبستخدم مية دافية للعجن. انا هنا هرش دقيق عشان نبدأ نفرد العجينة. دي العجينة اللي هنغطي بيها الفخارة. طبعا العجينة دي موجودة في فيديوهات كتيرة، انا هسيب اللينك لحضراتكم تحت الفيديو لو حابين ترجعوا له. هنبدأ نفردها على قد الفخارة اللي هنستخدمها.
خلاص ده الحجم اللي انا عاوزاه، هبدأ اشيلها على جنب عشان نجهز الفخار. اول حاجة هنبدأ نرص اللحمة. نضيف الخضار اللي احنا مجهزينه، اضيف 3 معالق شطة مفرومة، شطة حلوة، لو حابين تستخدموا شطة حارة مفيش مشكلة حسب الرغبة. وبعدين أنا بضيف شرايح من الفلفل الملون. أنا هنا هستخدم راس ثوم كاملة، طبعا بتطلع طعمها حلو قوي بعد ما تتسوي، وهحط فلفل أخضر كمان. اي حاجة تحب تضيفيها مفيش مشكلة، ممكن بصل ممكن كرفس زي ما تحبي. كمان انا هحط طماطم كرزية على الوش، طبعا شكل الفخارة حلو قوي من قبل ما تستوي. هنضيف 1 كوباية من عصير الطماطم على الوش. هنضيف الشوربة اللي احنا عملنا فيها اللحمة لحد ما تغطي الخضار. دلوقتي جه وقت العجينة، لازم نغطيها كويس. هنقطع الزيادات، انا هنا نستخدم 1/4 كوباية لبن. هبدأ ادهن الوش بتاع العجين، ممكن نستخدم بيض مفيش مشكلة. بعدين ترشي على الوش الحاجة اللي بتحبيها، سمسم، حبة بركة او الاتنين مع بعض، زعتر، كمون، كزبرة، أي أعشاب بتحبيها. دلوقتي جه وقت الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة. ادي شكلها وهي طالعة من الفرن، طبعا شكلها تحفة وطعمها احلى. هبدأ افتحها، هي لسه طالعة طبعا سخنة جامد. هنفتحها قدام حضراتكم ونشوف شكلها من جوه ايه. اللي
العيش ده تحفه، اوعى ترموه، لازم تدوقوه، طعمه حلو قوي. طبعا دي شكل الفخره من جوه، حلو قوي وتنفع في حتى في العزومات، شكلها جميل وممكن تتعمل على برايم صغيره لكل واحد برام. ياريت تجربوها وتقولولي رايكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. اشوفكم في اكله جديده. مع السلامه.